ومن جديد كمان محتل إيلون ماسك العناوين وشاغل الدنيا، ففي عز ما هو في دوامة قضيته مع تويتر اتفجرت فضيحة عاطفية دسمة، والكلام المتداول انه ماسك سرق زوجة واحد من اعز اصدقائه وهو احد مؤسسي شركة جوجل سيرجي برين. التقرير نشرته صحيفة الول ستريت جورنال، وزعمت انه في الشهور الاخيرة الوضع كان متنشن ومتوتر بين الرجلين، لدرجة انه برين امر مستشاري الماليين انهم يبيعوا استثمارات الشخصية في شركات ماسك، على الرغم من قوة الصداقة اللي جمعتهم على مدى 14 سنة. وبحسب الصحيفة فهذه الخلافات المهنية المفاجئة بين ماسك وبرين سببها أنه ماسك كان على علاقة مع زوجة برين نيكول شانهان في ديسمبر الماضي، وعليه في يناير رفع برين دعوى طلاق وربط الموضوع بخلافات بينه وبين زوجته. لكن أشخاص مطلعين على الأمر قالوا للصحيفة أنه برين طلب الطلاق بعد ما كشف خيانة زوجته له مع إيلون ماسك، وبيقال إنه الخيانة وقعت في بداية ديسمبر خلال مهرجان آرت بيزل السنوي في ميامي، واللي نفترض أنه أثرياء العالم بيجتمعوا فيه. طبعا غير أنه صحيفة عريقة زي الول ستريت جورنال هي اللي كشفت الخبر وعندها شهود مطلعين، اللي قوى من قصة أو القوى من القصة انه ماسك سرق زوجة برين هو انه برين في طلب الطلاق استشهد بيوم 15 ديسمبر كتاريخ لانفصال الزوجين. طيب كمان في اشخاص قالوا انهم شافوا ماسك في واحدة من الحفلات هذه السنة وهو منحني على ركبتيه قدام برين وبيعتذر له بشدة. وعلى فكرة طبيعي انه الموضوع ياخذ هذا الحجم من الاهتمام، فالفكرة مو بس سرقة زوجة، لكن ماسك وبرين احنا بنتكلم على اصحاب من 2008 وبتمتد صداقتهم حتى للبزنس، فالاثنين طبعا من اصحاب المليارات، وسبق وقدم برين لتسلا اكثر من 500 ألف دولار وقت ما كانت بتعاني في السوق خلال الأزمة المالية. طيب فكون أنه الآن تنسحب استثماراته بشكل مفاجئ وتنتهي الصداقة الطويلة، يعني أكيد الموضوع كبير. طيب مين هذه الست اللي افترقوا بسببها أعز الأصحاب؟ هي نيكول شانهان، ومتزوجة من برين من 4 سنوات، وقصة حبهم بدأت في منتجع يوغا من حوالي 7 سنوات، علما أنه الاثنين لهم تجارب سابقة في الزواج. والآن في دعوة طلاقها من برين، بتسعى نيكول أنها تخرج بأكثر من $1 مليار من طليقها، وهو فوق المتفق عليه في البرينب، وهذا يعني هو الاتفاق اللي بيصير قبل الزواج على الأمور المالية لو صار طلاق. ورغم أنه مليار مبلغ ممكن يكون عادي بالنسبة لملياردير، لكن لنيكول ممكن يفتح لها دنيا جديدة، فهي أصلا نشأت وسط عائلة فقيرة لكنها اشتغلت على نفسها وعملت في طفولتها الكسب المال لغاية تخرجت من الجامعة بشهادة في الاقتصاد والدراسات الآسيوية ولغة الماندرين الصينية. كمان حصلت على شهادتها في القانون من جامعة سانتا كلارا، فنقدر نقول أنه نيكول امرأة عصامية، لأنه كمان بعدين قامت بتأسيس شركة براءات اختراع للذكاء الاصطناعي وشركة استثمار، وهي أيضا مؤسسة ورئيسة مؤسسة بايا إيكو، وهي مؤسسة خيرية بتروج لإصلاح العدالة الجنائية. طيب عموما المهم الآن هو ردة فعل إيلون ماسك على مزاعم الخيانة. إيلون كان له 4 ردود أول مرة. على طول بعد ما انتشر التقرير اتهم إيلون الصحيفة بنشر موضوعات هجومية تستهدفه وتستهدف شركة تسلا، واعتبر أنه الأمر محرج بالنسبة للصحيفة، ووصف كمان الموضوع بالهراء. في تغريدة ثانية قال إيلون أنه كان مع صديقه سيرجي في حفلة الليلة الماضية، وقال أنه شاف نيكول مرتين فقط خلال 3 سنوات مع أشخاص آخرين من حوله، وأنه الموضوع ما كان رومانسي. إيلون رجع وفي تغريدة ثالثة اتهم الصحيفة بأنها ما أجرت مقابلات مع أي طرف من الطرفين أو أي طرف من المذكورين في هذا التحقيق. وفي تغريدة أخرى ماسك يعني رد وكان صريح زيادة عن اللزوم صراحة، زي ما شايفين أمامكم على الشاشة. كمان صحيفة النيويورك بوست نشرت هذه الصورة وقالت إنها حصرية، واللي رسلها لهم هو إيلون ماسك شخصيا وبعت لهم هي بالإيميل بعد ساعات من التقاطها أمس الأحد، كدليل صارخ على إنه علاقته ببرين جيدة وإنهم عادي جلسين بيحتفلوا سوا.